رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي وفدا من مجموعة شركات طاقة عربية، واللقاء يتناول وافاق التعاون بين بلادنا وهذه المجموعة. الجمعية الوطنية تفتتح أعمال دورتها العادية الثانية من السنة البرلمانية الحالية، ورئيس الجمعية يدعو السادة النوابل إلى التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة تطلق عملية المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة. أينما كنتم مشاهدينا الكرام، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أهلا بكم إلى التفاصيل مسائية الموريتانية لهذه الليلة. ترافقني في جزئها الأول بلغة الإشارة الزميلة أسماء من عثمان. استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني اليوم بالقصر الرئاسي وفدا من مجموعة شركات طاقة عربية برئاسة السيد خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة المجموعة التي يشهد مقرها العام بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وقد تمحور اللقاء حول مجالات وآفاق التعاون بين بلادنا ومجموعة طاقة عربية وسبل تعزيزها خدمة للتنمية الاقتصادية في بلادنا، خصوصا فيما يتعلق بمجالات الطاقة. جرى اللقاء بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار ولجاي ووزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة الناني والشروقة، والسادة مصطفى بشير المستشار الفني المكلف بقطاع الخام للبترول والغاز، وشمس الدين صودينا مدير المديرية العامة للبترول والهيدروجين منخفض الكربون، وأحمد فالت ليميدي الإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم، وعثمان تلا المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء، ومحمد خالد مدير الشركة الموريتانية للمحروقات. كما حضر اللقاء من جانب شركة طاقة عربية كل من السادة خالد قاسم، كريم شعبان، عدري كفافي، محمد عبد الفضل، بلال مشعور. افتتحت مساء اليوم بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط أعمال الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023-2024 برئاسة رئيس الجمعية الوطنية وحضور عدد من أعضاء الحكومة. وبهذه المناسبة ألقى رئيس الجمعية الوطنية خطابا دعا فيه السادة النواب للاطلاع بدورهم الرئيسي في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. السادة الوزراء، زملائي النواب، سادتي سيداتي، ها نحن نعود اليوم في هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل لاستئناف أداء واجباتنا الدستورية بعد استراحة أتاحت لنا التواصل مع ناخبينا والاطلاع على اهتماماتهم ومشاغلهم. وأعتقد أنني لست بحاجة لتذكيركم بما يجب أن نتحلى به جميعا من جد ومسؤولية ومواظبة على الحضور الفاعل لاجتماعات اللجان والجلسات العامة، موفين النصوص التي تقدم لنا حقها من الدراسة، وقائمين بواجب رقابة العمل الحكومي على أحسن وجه. زملائي النواب، تنعقد هذه الدورة البرلمانية العادية في ظرف سياسي استثنائي يميزه التحضير لاستحقاق الانتخابات الرئاسية التي أظلنا موعدها. وكما خاطبتكم بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الماضية، فإنكم بوصفكم ممثلين للشعب مدعوون للإضلاع بدور رئيسي في توعية المواطنين بأهمية هذا الحدث، وهي حث الجميع على التقييد على اللائحة الانتخابية والإسهام بشكل فاعل في الجهود الرامية لضمان المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق. فبذلك نخطو بثقة خطوة جديدة في مسار ديمقراطيتنا التي نعول عليها في بناء غد
أفضل، ونحمي النجاحات التنموية التي حققناها في السنوات الماضية، ونعزز حضور بلدنا المتنامي في المشهدين الإقليمي والدولي. السادة الوزراء، زملائي النواب، سادتي سيداتي، لقد شهدت بلادنا خلال السنوات الخمس الأخيرة تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى المستوى السياسي تواصلت الجهود في مختلف الورشات لتعزيز دولة القانون وإرساء الحكامة الراشدة من خلال تطوير نظام ديمقراطي تعددي يرعى حقوق الإنسان ويوفر الحريات الفردية والجماعية. وهكذا استكملت الاستراتيجية الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحماية حقوقه السياسية والاقتصادية والمدنية، وتم تنفيذ خطة العمل الوطنية لمحاربة التجار بالأشخاص، واستحدثت محاكم خاصة عهد إليها بمحاربة كافة أشكال الرق. أما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فقد نفذت إصلاحات مهمة ترمي لخلق وتطوير اقتصاد متنوع ومرن جاذب للاستثمار ومحفز للمبادرات الخاصة، وقطعت خطوات معتبرة على طريق توفير الخدمات الأساسية للمواطن من تعليم وصحة وماء وكهرباء، مع انحياز واضح للشرائح التي عانت تاريخيا من أي نوع من أنواع الغبن والأسر المتعففة ولسائر الفئات الهشة. السادة الوزراء، زملائي النواب، سادتي سيداتي، إن الحفاظ على تلك المكتسبات يتطلب منا الحرص الدائم على حماية وحدتنا الوطنية والارتقاء بقاموسنا السياسي والنأي عن خطاب الكراهية وتغليب المصالح العليا للوطن على غيرها من المصالح، والتسامي عن الانتماءات الضيقة المنافية لمفهوم المواطنة كالقبلية والجهوية والشرائحية والعرقية. زملائي النواب، إنكم بدون شك تدركون أن التحلي بتلك الصفات يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لممثل الشعب المنتخبين. لذا ينبغي أن نجنب المنبر النيابي كل ما قد يمس بهيبتي. ومن هذا المنطلق يتعين علينا في هذه الغرفة الموقرة أن نعتمد الحوار الهادئ والمسؤول سبيلاً لإدارة اختلافنا في وجهات النظر، وأن نجسد من خلاله جو التهدئة والانفتاح الذي حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني منذ توليه مهامه رئيسا للجمهورية على أن يطبع علاقات المتصدرين للشأن العام من أقلبية ومعارضة. زملائي النواب، إنني إذ أعلن على بركة الله افتتاح الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023-2024 طبقا للمادة 52 جديدة من الدستور والمادة 54 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، لأتمنى لكم التوفيق فيما ينتظركم من عمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلقت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة اليوم في نواكشوط عملية المراجعة الوطنية الطوعية 2024 لأهداف التنمية المستدامة. تهدف المراجعة إلى تتبع التقدم المحرص على صعيد تنفيذ خطة عام 2030 بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها على نحو يراعي طابعها المتكامل والشمولي. يتضمن هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة إعلان انطلاق مسلسل إعداد المراجعة الوطنية الطوعية 2024 لأهداف التنمية المستدامة التي ستقدم إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في يوليو 2024.
وتهدف هذه المراجعة إلى تتبع التقدم الحاصل على صعيد تنفيذ خطة عام 2030 بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها على نحو يراعي طابعها المتكامل والشمولي. شكل المراجعة الوطنية العامة 2024 فرصة للحكومة ولجميع أصحاب المصلحة لتسليط الضوء على النجاحات والتحديات والدروس المستخلصة خلال تنفيذ السياسات التنموية، وتحديدا فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وإدماجها في خطط عمل الاستراتيجية الوطنية للنمو للتنمية المستدامة لسنة 2025-2030. ومن المعلوم أن الرابية الدولية تميزت بتباطؤ في النمو العالمي، مرده الأساسي هو آثار جائحة كوفيد-19 والحرب على أوكرانيا، وقد تجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال تشديد شروط الحصول على الموارد المالية وزيادة كبيرة في التضخم على المستوى العالمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وفي هذا السياق تواجه موريتانيا تحديات عديدة، منها ما هو هيكلي وما هو ضاري يمكن أن تعيق التقدم نحو التنمية الشاملة والمستدامة. وعلى الرغم من تلك التحديات تميز الاقتصاد الموريتاني بمرونة نسبية وتمكن من تجاوز الانكماش الناتج عن مخلفات كوفيد-19، وقد تجلى ذلك على وجه الخصوص في نسبة نمو حقيقي وصلت 2.4 في عام 2021 و 6.4 في عام 2022، ومن المتوقع أن تزيد على 3% في سنة 2023. وتشير بيانات سنة 2020 إلى أن موريتانيا قطعت أقل من 3 أخماس من الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووفقا للوتيرة الحالية من المرجح أن تكون نسبة 20% من الأهداف ستتحقق ونسبة 57 من الأهداف ستزداد تقدما، في حين أن 13 من الأهداف شهدت تراجعا. من جانبها المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في بلادنا ليلا بيتريس هيا أكدت سرورها لحضور انطلاق عملية تطوير المراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة 2024 لموريتانيا، شاكرة وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة على إشراك الأمم المتحدة في هذا الحدث، مبينة أن هذه المراجعة ستسهم في تنويع وتطوير التعاون بين برامج الأمم المتحدة للتنمية وموريتانيا، الأمر الذي سيمكن من التقدم نحو تنمية أكثر شمولا واستدامة. أما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية منصور جاي فقد قدم عرضا تطرق فيه إلى أهمية دعم موريتانيا بغية تسريع وتيرة أهداف التنمية المستدامة، خاصة في شقها المتعلق بمجالات الصحة والتعليم والمياه، مبرزا أهمية مكافحة الفقر والدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام، وأكد ضرورة السعي إلى مقاربة شاملة بدل مقاربة قطاعية، مذكرا بأهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية. وقد شهدت فعاليات هذه الانطلاقة مداخلات من قبل رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة مهلة أحمد طالبنا، والمتحدث باسم جامعة واكشوط الشيخ محمد الحافظ دها، والمتحدث باسم المجتمع المدني مختار جالو. أشاروا فيها إلى أهمية المراجعة الوطنية الطوعية 2024 لأهداف التنمية المستدامة وما يتيح ذلك من فرص متعددة لبلادنا تسهم في تطوير وتنمية أهداف التنمية وتذليل الصعاب أمامها لتحقق الأهداف المرجوة منها على أرض الواقع. يعقوب الصوفي، الموريتانية. وقعت بلادنا اليوم في نواكشوط عقدا مع تجمع الشركات كوغاز وطاقة عربية للاستكشاف وإنتاج الغاز واستغلال احتياطات الغاز في حقلي باندا وتيفت. يقضي العقد بتوفير مخزون كهربائي إضافي سيمكن الشركاء مثل سنيم وسونالك من الاستفادة منه في تحسين الأداء الطاقوي. هو اتفاق على عقد اكتشاف إنتاج الغاز في حقلي باندا ونبت، وقعت عليه بلادنا مع تجمع شركات عاملة في مجال الغاز. وبموجب هذا العقد يتولى تجمع جوغاز وطاقة عربية وشركاؤهما استغلال احتياطات الغاز في هذين الحقلين الواقعين في الحوض الساحلي الموريتاني. يسعدني أن نعلن
أن تطوير مشروع باندا القازي الوطني قررنا له أن يكون وفق مخطط يسمح بأن تكون مكونة المحتوى المحلي المشروع حاضرة بقوة خاصة في مجال التشغيل ونقل الخبرات وفرص اقتناء وتبادل المعدات وإبراج الخدمات والتنمية. كما يقوم المشروع على مكونة تزويد المحطة الكهربائية المزدوجة 180 ميجاوات بالغاز الموجودة شمال نواكشوط، حيث بقيت هذه المحطة دون غاز منذ إنشائها منذ 2015، أي 10 سنين دون غاز. وسوف المشروع كذلك مخزونا كهربائيا إضافيا للسوق الوطني للكهرباء يمكن لكافة الشركاء من السنين وصولا للاستفادة منه، وهذا يعني إنتاج كهرباء نظيف مستدام وعلى مستوى الحكامة والتحقيق الأهداف الاستراتيجية. سيعزز تطوير حق الباندا من موقع موريتانيا كقطب طاقوي مندمج للغاز، كما يعتبر المشروع مكونة مهمة في مخططنا الرئيسي للغاز والذي يهدف إلى تدوين مواردنا الطبيعية الطاقوية ودمج قطاع الغاز في النسيج الاقتصادي طبقا لبرنامج مقاومة رئيس الجمهورية. ومن جانبه بيّن رئيس مجلس إدارة غوغاز أنه فخور بالدخول في تطوير هذا المشروع الاقتصادي الواعي، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي في البلد يشكل حافزا مهما للاستثمار. أحب أؤكد أول شيء أن احنا ملتزمون تماما بما نقدمه وسنقدمه في هذا المشروع لدولة موريتانيا، وأكثر شيء يشجعنا هو الاستقرار السياسي الموجود في موريتانيا وما نشهده من نمو اقتصادي جاري يدعم استقرار ويدعم أي استثمار، بالذات مثل هذا الاستثمار هو استثمار طويل الأجل ويطلب هذه الأشياء، الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي. وهذا مشروع عملاق متكامل دفعنا لتقديم حلول فنية متكاملة وتعقيدات متكاملة تشمل كمرحلة أولى تطوير وتنمية وإنتاج وتشغيل حقلي باندا وتبت في أسرع وقت والمتفق عليه في خلال 2027. المرحلة الثانية ستكون بناء وتشغيل وإنتاج كهرباء بنظام الـ IPP ورفع قدرات بقدرات تصل من 120 ميجاوات إلى 240 ميجاوات بناء على ما ستصفر عليه الدراسات في الشهور القادمة. نمرة ثلاثة من مرحلة التطوير هو تطوير وبناء صناعة غاز محلية وطنية تخدم جميع أوجه الصناعة والاقتصاد الموريتاني. ومن المنتظر أن يحدث الغاز المستخرج من حقلي باندا وتنف تحولا معتبرا يمكن من توفير مخزون كهربائي إضافي للشركات الوطنية وتحسين أدائها الطاقوي. فائدة هذا المشروع للاقتصاد الوطني هو أنه لا هي المحطات الكهربائية اللي يعملوا المازوت الآن لا يعودوا يعملوا الغاز، وذاك ينقص من التكلفة ويزيد من الإنتاجية أيضا، وثانيا لا هي يفتح أفاق جديدة للشرائك المعدنية عنهم يجبروا طاقة رخيصة وخالقة كثير، وهو مشروع مهم في الاستراتيجية الوطنية للطاقة في موريتانيا ومهم أيضا في التحول الطاقوي اللي خالق ذلك في العالم وفي موريتانيا. وسيسمح المشروع كذلك بدعم تكاليف قطاعي الغاز والكهرباء من خلال إمداد الأقطاب الصناعية المعدنية بكهرباء ذات أسعار تنافسية. طبعا ننظر بكل اهتمام لأي مصدر جديد للطاقة لعدة أسباب. السبب الأول هو ديمومة وجود الطاقة بشكل دائم. السبب الثاني هو انخفاض الكلفة، لأن الطاقة عندنا الآن كلفتها باهظة جدا. هناك أيضا سبب أن الطاقة عن طريق الغاز تكون طاقة أكثر ملائمة للبيئة وتكون نظيفة، كما أنها تسمح بالتفكير في تحويل المنتوج الحديد لتحسين من أداءه عبر سلسلة الحديد اللي تبدأ من إنتاج الحديد الخام إلى المكورات إلى الصلب والمراحل التي تسبق ذلك. ويبلغ الاستثمار الإجمالي في المشروع أكثر من مليار دولار أمريكي، يغطي مجالات استخراج ونقل وتوزيع الغاز أي جميع المراحل ابتداء من الإنتاج وحتى توزيع الكهرباء مرورا ببناء محطة جديدة ومنشآت نقل الغاز.
وقعت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء آزر سوال اليوم اتفاقية تعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وسيمكنها الاتفاق من إقامة تعاون بين القطاعين لصالح الأشخاص ضحايا الاسترقاق. سيمكن هذا الاتفاق الذي وقعه المندوب العام للتآزر حمود المحمد ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمد دول أحمد سالم السيدي يتيح تعاونا بين القطاعين لصالح ضحايا الاسترقاق. من هذه الإنجازات اللي قمنا بهم هي إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. بدورها هذه الهيئة الوطنية إنشأت صندوق لمؤازرة ضحايا الاتجاري بالأشخاص. اتفاقية اليوم تجي يكانها تعزز هذا الصندوق بتعطيه التأمين الصحي للضحايا ضحايا هذا الاتجاري بالأشخاص، وكذلك أعطيهم اللي أنشطة مدرة للدخل تعزز من قدراته ويعودوا عندهم حياة كريمة من خلال هذه الأنشطة المدرة للدخل. لذلك مولي نشكر ونقدم الشكر لمندوبية التآزر اللي نعرف عنها معدلة بالنسبة لهذا البرنامج، وانحياز فخامة رئيس الجمهورية لهذه الفئات الهشة. ويأتي توقيع هذا الاتفاق ليعزز جهود الحكومة الموريتانية في مجال ترقية حقوق الإنسان. في موضوع آخر، تتوصل للأسبوع الرابع عملية رمضان لبيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة التي أطرقتها السلطات العمومية لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وقد شملت العملية بيع اللحوم الحمراء ضمن مكونة دعم قطاع التنمية الحيوانية للخطة الحكومية الرامية إلى مؤازرة المواطنين الأقل دخلا. ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين خاصة في شهر رمضان المبارك، تدخل عملية بيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة أسبوعها الرابع. وبما أن اللحوم الحمراء تعد أبرز مكوناتها، فقد سعى قطاع التنمية الحيوانية عبر شركة مسالخ واكشوط إلى توفير هذه المادة بأسعار في متناول الجميع. هذه عملية رمضان تستدعي توفير اللحوم للمواطنين والطبقات الأكثر هشاشة، وكيف قلت لكم 2000 أسرة يوميا تستفيد من 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 هذه العملية اللي سلعة أساسية على أطباق الموريتانية. وهذه النفحات وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية لإعداد هذا البرنامج رحمة ورأفة بالمواطنين والمستهلكين في هذا الشهر الكريم. العملية بدأت من اليوم الأول وتنتهي إن شاء الله مع اليوم الأخير من رمضان، وستكون قامت وزارة التنمية الحيوانية بتعبئة كل الوسائل المادية والمعنوية لإنجازها على أكمل وجه. ولم يغيب الجانب الصحي عن عملية بيع اللحوم، وقد اتخذت الجهات المعنية كافة التدابير من أجل حماية الصحة العمومية. نختار نأكد عن هذه اللحوم اللي يعدوا في هذه العملية قامت بهم وزارة التنمية الحيوانية مشكورة، عن لحوم صحية وجيدة وتستجاب للمعايير حسب الأصول. ونختار في هذا السياق نطلب من الأخوة المستهلكين والأخوة الجزارين عنهم يتعاونوا إلين يحاولوا عن نوفر اللحوم على الأقل بأسعار معقولة. محل المواد الغذائية الأخرى المدعومة من قبل السلطات العمومية ضمن عملية رمضان ظلت أبوابها مشرعة أمام المواطنين لاقتناء مستلزماتهم اليومية حسب الخطة المرسومة لذلك، تقول السيدة فاطمة التراوري، وقد أعطت العملية برمتها نتائج ملموسة. المستفيدون من عملية رمضان ثمنوا هذه الخطوة رغم بعض الملاحظات. حمد تبارك الله زين جيد ما شاء الله ما شاء الله سعره زين فتبارك الله. عمدي المولي أنا مستعلي أهل رمضان فطر وفطرة مضبوطة ما شاء الله. شاكر الرئيس على هاي المبادرة عدلنا عارف عنا ضعاف وفاصلين فيها وجزاء الله خير. نبر الحصة تامة ما فيها حس ما فيها المشاكل. بهذا التدخل تكون السلطات العمومية قد سعت إلى التخفيف من مصاريف الشهر الكريم على أغلب المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.
إلى هنا مشاهدينا الكرام ودعوا زميلتي أسماء بنت عثمان التي رافقتني في الجزء الأول من هذه المسائية بلغة الإشارة بشكرة. احتضن الجامع الكبير بنواكشوط اليوم ضمن دروس الإحياء الرمضاني محاضرة تناولت في جانبها الفقه البيوع والعقود المشاكلة، ألقاها فضيلة الفقيه محمد بن محمد غلام، بما تناولت في جانبها الصحي عرضا حول أمراض القلب والصدر وعلاقتها بالصوم، قدمه الطبيب الطالب خيار والركينة. البيوع والعقود المشاكلة عنوان الشق الفقهي للمحاضرة اليومية ضمن روضة الصيام في الجامع الكبير لفضيلة الدكتور محمد والمحمد غلام. الدكتور أكد أهمية معرفة المسلم أنواع البيوع وأقسامها والعقود المشاكلة وشروط صحتها وفسادها وفسخها. لكي يضمن المسلم ويحافظ على طيب مكسبه عليه أن يعتني بمثل هذه الأحكام، بأحكام البيوع وما شاكل هذه البيوع، لأن هذه العقود هي أعم أسباب الملك وانتقاله من يد إلى أخرى. أسباب الملك كما تعلمون وكما تتذكرون هي إما وضع اليد بإحياء الموات بشروط إحيائه، أو أن تكون بالتولد عن المملوك ربح المال ملك لأصله في الأصل لمالك أصله في الأصل، نتاج الدابة وبهيمة الأنعام لمالك الدابة الأصيلة، ثمر الزروع ونحوها هو كذلك تبع لوصولها. السبب الثالث والخلافة، أي خلافة شخص عن شخص أو شيء عن شيء. وفي الجانب الصحي من هذه المحاضرة تناول الطبيب الطالب خيار والبقينة موضوع أمراض القلب والأوعية والصدر وعلاقتها بالصوم، مؤكدا أن السمنة تشكل خطرا كبيرا على صحة القلب، خاصة مع اتباع بعض الصائمين مسلكيات خطرة كتناول الوجبات كثيرة الدهون والسكريات والامتناع عن ممارسة الرياضة، داعيا إلى تجنب هذه المسلكيات من خلال ممارسة الرياضة باستمرار وتنظيم أوقات النوم. الصوم في الأصل هو الصحة، صوموا تصحوا. ما ونحن هون للأسف كموريتانيين نتعذروا لقلة الصوم بياسر من الأمراض وياسر من الآن نودوا ياسر من الأشياء اللي ياسر من الأعذار في أخبار الأمراض اللي تتعلق بالصوم. الأمراض اللي ما يلا قاش يصوم فيها ما هي أسرع حتى بالنسبة لأمراض القلب، الناس اللي عندها قصور في القلب ذاك القصور ملاحظ في دور عديك بقية من 5 أدوية والله 6 هاي ناس ما يلا تصوم. الناس اللي عندها عاقب لها احتشاءات في عضلة القلب اللي كانت عاقب لها قلقة في العروق ذوك في أول 2 أو 3 إذا جاء الحقهم عاقبينهم هذا الاحتشاء ما يا الله الصوم. الناس مولي اللي عاقبالها عمليات في القلب عمليات كبيرة في خلال 6 أشهر الأولى ما يا الله مولي تصوم. والمسائل الأخرى الثانية كاملة اللي ما هي اللي تقبل أدوية عادية اللي تم تفرق ذيك الأدوية بين الفطور والسحور والصوم، لأن الصوم نفسه فيه صحة للبدن وعنده ياسم الآثار الإيجابية لصحة القلب والأوعية والصدر والجسم قاع كامل. ودعا الطبيب البقينة إلى تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون، خاصة التي تحتوي على الدهون المتحولة، والابتعاد كذلك عن استهلاك اللحوم المصنعة أو المجمدة وتناول الوجبات الخفيفة الصحية. مشاهدينا الكرام الآن نفتح نافذتنا على الأنباء الدولية، بعد الفاصل نلتقي.
أهلا بكم من جديد. أعلنت مصادر فلسطينية اليوم أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة مخلفا مئات الشهداء ودمارا واسعا بعد أسبوعين من اقتحامه للمجمع وحصاره. وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن طواقم الدفاع المدني انتشرت ما يقارب 300 جثة حتى هذه اللحظة. وأوضحت أن جثث الشهداء كانت ملقاة في كل مكان من المستشفى في حين ظهرت على بعضها علامات التحلل. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل إن القوات الإسرائيلية أحرقت أقسام مستشفى الشفاء ودمرت كل الأجهزة والمستلزمات الطبية فيه. وقالت حركة حماس إنه بعد انسحاب جيش الاحتلال من مجمع الشفاء الطبي تم اكتشاف آثار عمليات إعدام مروعة وجثامين لشهداء مقيدي الأيدي مدفونين أحياء. وطالبت الحركة المجتمع الدولي والهيئات القضائية بالتحرك الفوري للدخول إلى مدينة غزة والاطلاع على حجم الجريمة التي تعرض لها مجمع الشفاء الطبي والتحقيق فيها. أفاد إعلام تابع للحوثيين في اليمن اليوم بأن طائرات أمريكية وبريطانية شنت غارات على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة اليمنية. وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية إلى مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية. وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من جماعة الحوثي التي تقول أن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. حقق حزب المعارضة الرئيسي في تركيا انتصارا كبيرا في الانتخابات المحلية بفوزه بمدينتي اسطنبول وأنقرة رئيسيتين. وتمثل النتائج ضربة قوية لرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يأمل في استعادة السيطرة على المدن بعد أقل من عام من فوزه بولاية رئاسية ثالثة. وحقق أكرم إمام أوغلو الذي فاز برئاسة بلدية اسطنبول أول مرة عام 2019 فوزا ثانيا للحزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض. وتعد هذه أيضا المرة الأولى منذ أصول أردوغان إلى السلطة قبل 21 عاما التي يخسر فيها حزبه في جميع أنحاء البلاد في صناديق الاقتراع. مشاهدينا الكرام، المسائية انتهت، لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين لمن فاتته. رئيس الجمهورية استقبل بالقصر الرئاسي وفدا من مجموعة الشركات الطاقة العربية واللقاء يتناول آفاق التعاون بين بلادنا وهذه المجموعة. الجمعية الوطنية تفتتح أعمال دورتها العادية الثانية من السنة البرلمانية الحالية. ورئيس الجمعية يدعو سادة النواب للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة تطلق عملية المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة. مشاهدينا، المسائية انتهت، لكن أخبار الولايات بعد قليل، والزميل الناجح والأحمد تحية مني ومن باقي فريق العمل. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وضاعف لنا ولكم الأجر. إلى اللقاء.